ما بين الحيرة والخيرة تحدث هنا المسيرة، مسيرة نجوم شهدت تفاصيل عديدة لا يمكن أبداً وصفها، ولا يمكن أبداً عرضها، ولا يمكن أبداً إحصاؤها. تفاصيل ما بين قليل وكثير، يوم حزين وآخر سعيد، ولكن مع قرب النهاية اشتعل الفتيل، فتيل المواجهة، الصراع والمنافسة. نعم، نحن في البزنس ثلاثة ما بين نجوم حفروا أسماءهم في هذه النسخة التي تعددت بها المتاعب وتعددت بها التفاصيل. حقيقة البزنس ثلاثة عشنا معه عشرة لم تكن فقط متعة المشاهدة، لا، أصبحنا قريبين جدا من هؤلاء النجوم اللي أتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا. نقول صاحب المركز الثاني، العطاء المتواصل المستمر يحتاج إلى جهود عظيمة، يحتاج إلى جهود مستمرة، يحتاج إلى ظهور يستحق التقدير، يستحق التشهير في الخير، يستحق هذا الحضور. نعم، وهو يستحق، لأنه قدم وأصبح أيقونة في الأخلاق، وأصبح أيقونة في العمل، وأصبح أيقونة في البزنس ثلاثة. إن ناديت باسمه أولاً أو ذكرت تفاصيله تالياً فأنا لا يمكن أبداً أن أتخطى أو أتجاوز الدكتور علي الشمراني. مبروك.